فضاءات السعادة الحق في جودة السكن. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذه الجولة الصحفية نقدمها لكم من قناة شوف تيفي. نستهلها إذن من أسبوعية المشعل في خبر عنونته أضخم مناورة عسكرية مغربية أمريكية تقلق الجزائر. تقول الأسبوعية: ستجمع مناورة عسكرية ضخمة ابتداء من 15 من شهر يناير 2015 وإلى غاية شهر مارس من نفس السنة في إطار برنامج مناورات أفريقيا الأسد وحدات من القوات المسلحة الملكية وأخرى أمريكية من قوات المارينز، يقدر عددها بقرابة 400 فرد. الجديد بالنسبة لمناورات أفريقيا الأسد 2015 هو أنها ستكون أضخم مناورة عسكرية أقيمت في القارة الأفريقية. وإلى يومية الصباح حيث اخترنا لكم صراخ امرأة يفضح تلميذاً ارتكب جريمتي قتل. يضيف كاتب المقال أن صراخ امرأة قاد أمس الأربعاء إلى حل لغز جريمتي قتل ارتكبهما تلميذ يتابع دراسته بمستوى البكالوريا وينحدر من مدينة تونات. وتضيف الصباح أن المرأة شاهدت الشاب يقفز من سور فيلا بحي واد المالح لمرتيل ملطخا بالدم، فأطلقت صراخات ونداءات دفعت مواطنين كانوا قريبين من المكان إلى ملاحقته قبل اكتشاف أنه ارتكب جريمة قتل قبل دقائق، إذ أزهق روح صاحب الفيلا. تفاصيل هذا الحدث تطلعون طبعا في عدد الغد من يومية الصباح. وإلى يومية الأخبار حيث اخترنا لكم هذا الخبر: برلمانيون يحاكمون رباح وبوليف على تدبير قطاع النقل السككي. تحول الاجتماع الذي عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء إلى جلسة لمحاكمة كل من عزيز رباح وزير التجهيز والنقل ووزيره المنتدب المكلف بالنقل نجيب بوليف حول تدبيرهما للقطاعات التابعة للوزارة. وإلى يومية المساء التي تقول على صدر صفحتها الأولى: العثور على جنرال متقاعد مقتولا بشقته في مرتيل. تقول الجريدة: عثرت مصالح الأمن بمرتيل زوال يوم أمس على جثة جنرال متقاعد مقتولا بشقته بحي أحريق بمرتيل. ووفق مصادرها فإن عناصر الشرطة القضائية بالمدينة تمكنت بعد ساعات من معاينة جثة الضابط السابق في الجيش المسمى محمد سعيد من اعتقال الجاني، وأضافت أن المشتبه فيه بقتل الجنرال يتحدر من مدينة تونات، وقد عثر بشقته على حقيبة كانت قد سرقت من منزل مغربي مقيم بدولة السويد عبد السلام ميم، تم العثور على جثته قبل أيام في منزله. وإلى جريدة الناس التي تقول: جثة الملياردير الحريري نهاية اللغز والوكيل العام يأمر بإعادة دفنها. تقول الجريدة: جثة الملياردير الحريري نهاية اللغز والوكيل العام يأمر بإعادة دفنها في تطور مثير لقضية المقاوم والملياردير محمد الحريري سملالي. أمر حسن مطار الوكيل العام للملك، تقول الجريدة، لدى المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإعادة دفن جثته في ظل بروز معطيات جديدة من شأنها أن تكشف عن تفاصيل الوفاة الغامضة للهالك. ونقلت الناس التي أوردت هذا الخبر عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن تقرير الخبرة الطبية الذي أشرفت عليه لجنة طبية ثلاثية تحت رئاسة مدير الطب الشرعي بابن رشد بالبيضاء قد كشف عن تعرض الهالك لكسرين في جمجمة الرأس، ما يفتح المجال أمام تطورات مثيرة في القضية التي يشرف على تتبعها قاضيان للتحقيق في استئنافية الدار البيضاء. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الجولة الصحفية قدمناها لكم من قناة شوف تيفي، وإلى فرصة قادمة بحول الله.